جماعة تيزينيسلي الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم بني ملال وجهة بني ملال خنيفرة تعلن تاريخ التاسع والعشرين من شهر شتنبر الفين واربعة تاريخا لتنظيم مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة السلم التاسع وبغية ذلك حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 آخر أجل لإيداع ملف الترشيح إما عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو مباشرة في مقر الجماعة مقابل وصل بذلك الملف يتكون من الوثائق التالية طلب خطي لاجتياز المباراة نسخة من الدبلوم المطلوب نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الواجهتين سيرة ذاتية تحمل صورة حديثة العهد للمترشح ترخيص اجتياز المباراة بالنسبة للموظفين شواهد خاصة ولا سيما تلك المتعلقة بالتمتع بصفة مكفول الأمة شهادة التسجيل في لوائح الإعاقة شهادة الانتماء لأسرة المقاومة وجيشية التحرير وكذلك يمكن تعزيز الملف بكل وثيقة يمكن لها أن تعزز حظوظ المترشح أما الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة المذكورة فهي أولا الجنسية المغربية التمتع بكافة الحقوق الوطنية ثم سنا يكون ما بين 18 و 40 سنة وأخيرا التوفر على الدبلوم المطلوب في التخصص المطلوب واللي هو التدبير المعلوماتي بالتوفيق للجميع المفكر المغربي يحييكم يضرب لكم موعدا قريبا ويشكركم على حسن المتابعة والإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله.